وعدك جواع الكل طلع اليوم خطاب رئيس الجمهورية لا يرتقي إلى صرخة الشارع، وبالتالي كان في شوية أمال معقودة على رئيس الجمهورية باتجاه أي تعديلات حكومية تتماهى مع صرخة الناس والثورة الشعبية اللي عم بتصير بالبلد. للأسف كان خطاب ما بيرتقي لهذه الثورة. وأنا بطلب مساعدتكم لإقراره، والشيء دفعني. نحن متوقعين هيدي الحكومة اللي هي بتمثل فرقاء المحاصصة تستقيل، غير هيك طلب ما في مخرج، ما في مفاوضات. رح كون بضمانه، رح سرحكم كل شيء ومؤمن. بدعيكم كلكم تكونوا المراقبين خلال المؤسسات الدستورية. وكمان بدكم ترجعوا الأموال المنهوبة، أكيد ضروري ترجع، وأنا يلي عم طالب إن ترجع، وأنا يلي قدمت قانون حتى ترجع. لليوم صار مبين مليارات من الموازنات السابقة عم يتدقق فيها بديوان المحاسبة. كل يلي سرق المال العام لازم يتحاسب، بس المهم طيفته ما تدافع عنه على العمياني. بأكد لكم إنه الورقة الإصلاحية يلي انعملت رح تكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه. وهيدي كانت أول إنجاز لكم، لأنكم ساعدتوا بإزالة العرائيل من قدامها وقرت بسرعة قياسية. حرية التنقل هي حق لكل المواطنين، ومفروض يكون محترم ومؤمن. وكمان حان الوقت للتغيير النموذج الاقتصادي تيصير منتج ويخلق فرص عمل. دعوتي للمعتصمين والمتظاهرين، أنا حاضر التقي ممثلين عنكم بيحملوا هواجسكم، ونسمع مطالبكم تحديدا شو هي، وانتو تسمعوا منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي، شو لازم نعمل سوا حتى نحقق اهدافكم من دون ما نسبب الانهيار والفوضى، ونفتح حوار بناء يوصل لنتيجة عملية وتحديد الخيارات يلي بتوصلنا لافضل النتيجة.